Peace be upon you. النهاردة حصتنا هنتكلم فيها عن الفاولز. الفاولز اللي هي الحروف المتحركة أو زي ما بنحب نقول عليها الحروف الشقية. What are the five vowels؟ تعالوا كده نفتكر sounds بتاعتهم. A E E O O. نقولهم تاني. A E E O O. طب سؤال يا مس، هو ليه بيغيروا صوتهم؟ يعني ليه مش بيقول A E I O U؟ ليه مش بيقولوا أساميهم في الكلمة؟ علشان ده صوت الشورت بتاعهم. يعني ايه الشورت يا مس؟ صوت شورت يعني صوت قصير، صوت ضعيف. طب هما ليه بيعملوه؟ بيعملوه علشان القصة دي. القصة دي بقى هي اللي انا هحكيها لكم النهاردة. دي امتى بيعملوا الصوت الشورت بتاعهم ده، وامتى بيقولوا اساميهم ويعملوا صوت لونج؟ تعالوا نشوف. اخدنا من شويه الفايف فاولز، والفايف فاولز اللي فاتوا دول هما لازم، يعني لو حد فيهم موجود في الكلمه لوحده ساعات بيبقى خايف شويه، بيبقى محتاج حد من اصدقائه شويه ان هو يساعده انه يبقى قوي يعرف يقول اسمه. لكن هنا لما بيجي معاهم حد من الحروف دي بيحصل كده. Look at the letter A. It's trapped between H and T. ساعتها دلوقتي محبوس بين ال H and T. ال T قفل عليه. طب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ هو ما عندوش اي فريندز من الفاولز اصحابه. تعالوا نشوف. This weak little vowel can only make a weak sound. What's this? T is closing in the vowel. What's this? T is closing in the vowel, making it weak. شايفين كل اللي حصل ده؟ حرف التي قفل على حرف الاي علشان مش معاه اي فريندز، فخوفه وخلاه يغير صوته. ساعتها حرف الاي مش قوي عشان يعرف يقول اسمه، ما يعرفش يقول اي. كل اللي قدر يعمله ان هو يقول ده صوت الشورت بتاعه، الصوت القصير والصوت الضعيف لما بيكون محبوس ومش معاه اي حد من الفريندز اصدقائه الفاولز التانيين. تعالوا نشوف مين بقى اللي سمع اللي حصل لحرف الـ A انه اتحبس في النص واضطر انه يغير صوته. الـ Magic E. This is the Magic E. الـ Magic E ده هو السوبر هيرو بتاع الحروف كلها، بتاع الـ Vowels. اول ما بيلاقي اي حرف من الـ Vowels محبوس في النص والحروف التانية حبساه ومخليه يغير صوته بيحصل كده. This is a job for Magic E. Magic E. The Magic E goes to the end of the word. The Magic E goes to the end of the word. It sends all its power to the vowel. Says its name. Now the strong vowel says its name. A. But E has no power left to make a sound. But E has no power left to make a sound. شفتوا اللي حصل دلوقتي للماجيك إي؟ الماجيك إي دلوقتي شاف ان حرف الاي كان ضعيف، فراح وقف في اخر الكلمه وحول له كل قوته لحد ما الاي طلع بقى عنده ماسلز، بقى قوي. ساعتها هيعرف يقول اسمه ولا لا؟ ساعتها ما عادش هيقول دلوقتي يقدر يقول اي. بس ملاحظين ايه؟ ان الماجيك اي دلوقتي شايفين بقى مرهق، تعبان جدا، ما عادش عنده اي باور او قوه ان يقدر يقول اسمه، فاكتفى ان هو يقف بس يبقى حارس لحرف الـ A، يديله قوة وخلاص، وهو هيقعد سايلنت خالص مش هيعمل أي صوت. طب هل الماجيك إي بيساعد حرف الـ A بس؟ لا، الماجيك إي لما بيلاقي أي حد من أصحابه بيوز محبوس في النص بيبتدي إنه يجي إنه يقف في آخر الكلمة ويديله كل قوته، ويقف هو في آخر الكلمة ما عندوش أي باور عشان يقدر يقول الساوند بتاعه. Let's see. You that day. More weak vowel sounds that need my power. E, pin. A, cub. E to the rescue. I, pine. U, cube. النهاردة موضوعنا عن حرف الـ A. اخدنا من شوية ان حرف الاي لما بيجي لوحده في الكلمة مش معاه اي حد من الفرنس بتوعه، ساعتها بيعمل صوت شورت اللي هو ا ا.
لكن لما بيجي معاه حد من الفريندز بتوعه ساعتها بيبقى قوي وبيعرف يقول اسمه اللي هو اي. طيب اول صديق معانا هيساعد حرف الاي قلنا ان هو الماجيك اي. الماجيك اي هيديله الباور بتاعته ساعتها يعرف يقول اي. تعالوا ناخد كلمات بقى فيها الاي والماجيك اي. كيك كيك. او لاحظنا هنا ان حرف الاي ادى قوته كلها لحرف الاي ساعتها اتنطقت كاك اور كيك. كيك اي. Let's put it in a sentence. I like cake. I like cake. أو this is a cake أو it's a cake. Grapes. Grapes. أو هنا اتنطقت grapes or grapes. Grapes عشان ال A وال magic E. I want to eat grapes. أو ممكن أقول I want grapes أو I like grapes. أقول مثلا they are healthy. تالت حاجة معانا face. face بالظبط انطقها A عشان ال A وال magic E. Let's put it in a sentence. I have a face. وقلنا لما بنيجي نتكلم عن حاجة عندنا او بنمتلكها نقول I have. I have a face. تاني فريند معانا هيجي ويساعد حرف ال A انه يقول اسمه هو حرف ال I. الاي قرر انه هيساعد حرف الاي برضو بس قال له بشرط واحد ان انا هاجي معاك نقف انا وانت بس في نص الكلمة يعني مش هيجي اقف معاك في الاخر زي الماجيك اي. تعالوا نشوف بعض الكلمات اللي فيها الاي اللي هما الاي والاي. كلمة train. تعالوا نشوف كده كلمة train هنلاحظ ان موجود حرف الاي مع الاي ساعتها هنا هيتنطقوا ا ولا اي. اي يبقى اسمها train. Let's put it in a sentence. I have a toy train. لو قلت I have a train يبقى أنا عندي قطر حقيقي. لكن لو قلت I have a toy train يبقى القطر بتاعي ده إيه؟ لعبة. Tail. Tail. أنا عندي الـ A والـ I هنا يبقى ساعتها هنطقها tail or tail. Tail. The fox has a tail. عشان احنا عندنا هنا التيل ده بتاع مين؟ الفوكس. يبقى the fox has a tail. Just wait my friend A. I can come and help you. Wait for me. مين ده؟ Oh the letter Y. Y. الY كمان قرر ان هو يجي يساعد حرف الـ A ويديله كل قوته عشان يعرف يقول اسمه ويبقى long. طيب بس قرر برضو قال له بشرط واحد ان انا هاجي معاك في اخر الكلمة. عادة يعني بيجوا في اخر الكلمة وساعات تانية بيجوا عادي يعني ممكن يجي بعدهم حروف تانية. طيب تعالوا نشوف زي كلمات ايه. لما اقول مثلا say. say. okay I'm saying hello. بقول hello. I'm saying goodbye. يبقى انا كده بقول goodbye. say. say يعني ايه؟ يقول. okay هنا اتنطقوا A. يبقى say. I say good morning to my friends. I say good morning to my friends. تاني كلمة معانا بال A اللي هي play. play. فيها ال A وال Y برضو في الاخر. I play with friends. او ممكن اقول I can play football. او مثلا let's play basketball. Now let's revise all the sounds we studied in the previous units. أول حاجة أخذناها كان sound R. R. And all. All. Now tell me a word with R. Okay, like what? Perfect. Farm. Garden. Or park. Perfect. A word with R. Shorts. Okay, horse, morning. تاني حاجة أخدناها هي sound oi. في حرفين مع بعض بيعملوا الساوند ده وحرفين برضو مع بعض بيعملوا نفس الساوند. الـ O والـ I والـ O والـ Y. عادة الـ O والـ I بتيجي في نص الكلمة. عادة الـ O والـ Y بتيجي في نهاية الكلمة. وفي بعض الأحيان بتيجي في النص برضو. الاتنين بيعملوا نفس الساوند اللي هو oi. زي كلمة coin. وهنا toy.
سمعنا صوت الاي. طيب تالت حاجة اخدناها هي short o long o sorry. زي نفس فكرة درس النهاردة، حرف الاو لما بيجي لوحده في الكلمة مش بيبقى معاه اي حد من الفرنس بتوعه، ساعتها بيقول اوه perfect. لكن لما بيجي حد من الفرنس بتوعه معاه ساعتها بيعرف يقول اسمه اللي هو او. اوكي tell me a word with o. coat and window and home. نفس فكرة ده الدرس النهاردة، نفس الفكرة درس النهاردة اللي اخدناه، حرف الاي لما بيجي لوحده في الكلمة ساعتها بيبقى short، مش بيعرف يقول اسمه، هيقول لكن لما الفرنس بتوعه بيجوا يساعدوه ساعتها يعرف يقول اسمه اللي هو a. tell me a word with a. train, grapes and play. Now let's read and identify the differences between short A and long A in pronunciation. هناخد بالنا في الفرق بين النطق دلوقتي بين short واللونج. أول حاجة معانا hat، عشان هنا حرف ال A لوحده مش معاه أي friends. A هنا yes hate ما hate A. can cane. van vain. plan play. crab crane. ran rain. now let's read these words. اول حاجة هنقرأها الساوند، بعد كده هنقرأ الكلمة كلها. I enjoy. A stay. A snail. O grow. O road. R shark. Or fork. I boil. A plane. A day. O bone. A brain. Now it's a spelling time. Let's practice. عندنا أربع جمل هماليكو دلوقتي المفروض إن احنا هنكتبهم. الجمل دي بتحتوي على كلمات فيها الساونس اللي احنا أخدناها من شوية. أول حاجة معانا هنكتب I play in the park. I play in the park. Number two. I have a toy train. I have a toy train. Train. Number three. I can see rain. Rain. Number four. There is snow. Now let's see. I play long A in the park. I have a toy train. I can see rain. There is snow. Long O. Thank you for watching. تحت كل فيديو بعمله هتلاقوا تحت في الديسكريبشن في لينكس انا حطاها. اللينكس دي فيها اكسترا براكتس لو فيها اغنية او فيديو على الدرس كنوع من انواع البراكتس، يعني ممكن تدخلوا عليها.